السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا شباب؟ عاملين ايه يا بنات؟ هنتكلم في الفيديو ده، وهو فيديو سريعا كده عن ازاي تنزل فيديو من على اليوتيوب ببرنامج ايه. تمام، هنستخدم ابلكيشن بسيط كده، والموضوع في لمح البصر بينزل معاك الفيديو، خصوصا الناس اللي بتتعلم او بتاخد كورس اونلاين على اليوتيوب، فمضطر ان هو يتفرج على فيديوهات كتير. فطبعا هيتفرج على فيديوهات كتير، يعني محتاج الواي فاي، يعني محتاج يبقى قاعد في البيت. طب لو حب ياخد الفيديو معاه الشغل مثلا، او هو نازل في حتة تاني مفيهاش نت ومش هيستخدم نت الباقة على الفيديوهات، تمام، فالموضوع هيبقى بسيط وسهل جدا. تمام، طيب ايه هو البرنامج؟ برنامج اسمه سناب تيوب. هنضغط عليه كده يبدأ يفتح معاك. معلش، هو ممكن تلاقي فيه شوية اعلانات كده غلسة، ولكن هو جميل يعني. تمام، بداية الموضوع اعلان اهو. تمام، نستنى بس العدد ده يخلص ونضغط سكيب. مش عايز دوت انا. بصوا عندنا الايقونات اللي فوق، احنا واقفين على هوم تحت خالص اهو في الشمال، نضغط على اليوتيوب اهو بالشكل ده كده. هتروح على سيرش اليوتيوب عادي وتعمل سيرش باللي انت عايزه. تمام، انا كنت عامل سيرش على حاجة كده اسمها بتاع كمبيوتر مثلا، الهاشتاج بتاعنا. تمام، مجرد ما تضغط على فيديو مثلا بالشكل ده كده هيبدأ يشتغل معاك الفيديو عادي. هنتكلم عن حاجة جديدة اهو. تمام، شايفين العلامة الصفراء اللي فيها سهم نازل لتحت ده؟ لو ضغطنا عليها هيبدأ يعمل داونلود. طبعا انا مش هضغط عليها عشان الموضوع ايه، انا كنت عامل الفيديو ده قبل كده داونلود. تمام، نرجع تاني كده ونقفل بس الاعلانات الجميلة دي كلها بالشكل ده كده. خلاص، لو رجعت خالص بقى في القائمة هوم بتاعت البرنامج هتلاقي حاجة اسمها ماي فايلز تحت، ضغطت عليها انا اهو. معلش، ده البرنامج اللي انا بسجل بيه ماي فايلز. تمام، هنلاقي فيها الفيديوهات بتاعتي اللي انا كنت منزلها قبل كده او عامل لها داونلود. تمام، مش موجودين اتمزحوا؟ طيب تمام، مفيش مشكلة، نروح ننزل فيديو تاني سريعا كده. كده اهو الفيديو اشتغل. هرجع كده بس بره، نروح على اليوتيوب كده، حدد اليوتيوب من هنا كده. تمام، ونروح نختار الفيديو ده مثلا كده، على طول العلامة الصفراء بالسهم اهو اتعلمت. تمام، وتقول له مثلا انا عايزه اي حاجة جودة من دول. انت ممكن تنزله MP3 يعني صوت بس، ما يتحول لصوت. ممكن تنزل الفيديو زي ما هو بأي جودة من الايه الخمسة اللي قدامنا دول، 240 360 لحد 1080. طبعا انا هنزله اقل جودة انا بس عشان ما ياخدش، يقول لي انك عايز تقييم. خلاص، اسيبه بس حاجة بسيطة كده وهلاقيه بدأ. بص، شايفين بدأ ينزل معايا برضو، دي اعلانات للأسف. هيبدأ ينزل معايا، هو 21 ميجا وشوية. بصوا بقى اهو، خلاص نزل يعتبر كده، هيقول لي كومبليت دلوقتي. تمام، بقى موجود اهو. لو انا حابب اجيبه ممكن اجيبه منين؟ ارجع خالص كده شويه على البرنامج، شايفين ماي فايلز اللي في النص دي بقى موجود عندي اهو. تطبيقات، ست تطبيقات خرافيه اللي انا لسه عامل له داونلود، هتضغط عليه هيشتغل بكل سهوله ويسر، والموضوع ما بياخدش منك اكتر من 3 دقايق. شكرا ليكم، وبالتوفيق جميعا للناس اللي بتاخد كورسات وبتتفرج على فيديوهات كتير. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.